حالة النهاردة هي حالة نحت لكذا منطقة، منطقة البطن، منطقة الوسط، منطقة الظهر. هي الحقيقة كان عندها زيادة في الدهون في البطن والجناب بالأخص، الظهر كان فيه برضو بس أقل. احنا عملنا طبعا نحت بالفيزر، بنأكد تاني ان الفيزر بيفيدنا بشكل كبير جدا، ان احنا نقدر ننحت كل الدهون الموجودة في منطقة البطن من فوق لحد تحت، بنقدر ان احنا نعمل ديفينيشن وتحديد لمنطقة الوسط زي ما احنا شايفين. وطبعا عملنا الكلام ده في الظهر، وبنقدر نستفيد من نفس الفتحة من غير ما نحتاج نفتح فتحة او نقص الجلد، ان احنا نشد الجلد بالجي بلازما. فاحنا عملنا في الحالة دي الفيزر والجي بلازما، وهنا دي الدرجات اللي هي بتستفيد قوي من الجي بلازما، مش الدرجات الاكتر من كده اللي هي بعد عملية التخسيس او عملية الولادة اللي بنحتاج فيها قص للجلد. طبعا احنا من خلال الفتحات دي بنركب تيوب بسيطة اسمها الدرنقة عشان تخرج السوائل اللي بتتجمع تحت الجلد هنا بعد العملية، لان احنا شايفين الجلد هنا خلاص طبقة الدهون بيف بقت حاجة بسيطة جدا، فتحت الجلد بتتكون سوائل طبيعية الجسم بيكونها، بنحتاج نخرجها من خلال الدرنقة، بتقعد لها يومين ثلاثة وبعدين بنشيلها في العيادة، وبنلبس كورسيه عشان يكبس الجلد، يضغطه عشان يطبع العضلات، وكل ما الجلد طبع كل ما يبان الخطوط اللي احنا حنحتناها، الخط الموجود هنا، الخطين الموجودين في العضلات الوسط، تدريجيا بيبدا يحصل تطبيع على العضله في خلال 6 أسابيع بعد العمليه. وباكد مهم جدا الرياضه والدايت مهم قوي عشان تمنع ان الدهون ترجع تاني.